زمان لما كنت بكتب ريفيو كنت بكتب اللي انا بحسه في الوقت اللي انا بكتب فيه بس، صور ارفع الموضوع انتهى. دلوقتي بقيت احب استنى شوية، اكتب فيديو كويس بحيث اقدر انقل التجربة بافضل شكل ممكن. ويمكن عشان كده معظم الفيديوز دلوقتي بقت بتكون رياكشنز مش ريفيوز، عشان كتابة الريفيوز ما بقتش بالشكل السهل اللي انا كنت بعمله زمان. ودلوقتي بقيت حاسس ان انا المفروض اقدم فورم مختلف ويكون افضل من اللي كان بيحصل قبل كده، ومتطور على قد ما اقدر، حتى لو ده هيجي على حساب عدد الفيديوهات او عدد المشاهدات، خصوصا بقى لو بنعمل ريفيو عن ألبوم كامل زي ما هنعمل النهاردة كده. الريفيو ده خلصان ومكتوب من بدري جدا جدا، بس كنت كل شوية بزود عليه حاجة وفعلا مش قادر استقر لان الألبوم دسم جدا جدا، فخدت وقتي عشان اعمل الريفيو ده. وزي ما انتم متعودين ان انا بنقل تجربة استماعي مش كلام معقد وخلاص. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، لان غالبا رمضان هيكون بكرة في الوقت اللي هينزل فيه الفيديو ده، وكنت حابب ان الفيديو ده بالاخص يكون هو الكلوجر بتاعت الريفيوز اللي بتتعمل قبل رمضان، لان في رمضان بننتقل الى رامكاست اللي بيكون عبارة عن بودكاست مع ناس جامدة جدا اللي عملناه في خلال السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله هنعمله السنة دي ونعمله على قد ما يعني ايه ما ربنا يقدرنا يعني. وعايز اقولك ان رامكاست السنة دي احتمال كبير جدا جدا يكون فيه حاجة مختلفة، فتأكد انك عمل سبسكرايب يعني. تمام، عملت سبسكرايب، يلا بينا. فكل سنة وانتو طيبين وحلوين وجامدين، بعيدا بقى رامكاست مش رامكاست، كل سنة وانتو طيبين. الالبوم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو البوم هيومن لمحمد لطفي. هاتلك قهوة ولا شاي عشان هاخدك في رحلة كده والموضوع هيطول شوية. وهلو ليجندز، يو ووك اي ووك فور ليفينج. قبل ما اتكلم عن الالبوم والمزيكا، خلينا اكلمك عن محمد لطفي الاول عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم عنه. اولا هو راجل جيتارست بقاله 25 سنه، لعب في باندز كتير، ولكن اكتر باند ممكن تكون معروفه لناس كتير هي باند بلاك سوان ثيوري. محمد لطفي كان هو قائد الفريق وهو اللي بيكتب المزيكا بشكل اساسي وكلمات الاغاني كمان، ولكن تفرقوا زي فرق كتير جدا من نفس الجيل. انا شخصيا كنت بحب بلاك سوان ثيوري وحضرت لهم حفلات يعني من سكة 10 أو 8 سنين قبل بقى قصة اليوتيوب والحاجات دي كلها. وبالمناسبة محمد لطفي هو صاحب جروب All Egyptian Guitarists اللي أعتقد لحد دلوقتي هو منصة صحية جدا 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 لكل لاعبي الجيتار يعني. المهم بعد تفرق Black Swan Theory، محمد لطفي خد أجازة شوية من المزيكا لحد ما قرر يرجع سنة 2021 بالبروجكت بتاعه اللي بيحمل اسمه، وابتدى يرجع يكتب مزيكا تاني مع استضافة البعض من الموسيقيين والمغنيين لحد ما نتقدم في الوقت شوية. 2 فبراير 2023 ينزل اول البوم لمحمد لطفي وهو البوم هيومن. استنى لحظة، عايز اكلمك في حاجة مهمة جدا، حاجة توضح لك قد ايه الراجل ده واخد المزيكا بتاعته بجدية شديدة. حاجة زي كده اعتقد ان انا المفروض ما اقولهاش، ولكن من كتر الحلاوة انا حاسس ان انا عايز اتكلم عن الموضوع ده، حتى كمان ان ممكن فرق كتير تاخد مثال كويس من حاجة زي كده. محمد لطفي اول ما خلص الالبوم بتاعه واستقر على ميعاد النزول، ابتدى يشوف ازاي يقدر يخلي اكبر عدد من الناس تسمع الالبوم بتاعه. فمن ضمن الحاجات اللي عملها ان هو ابتدى يكلم اللوكال ريفيورز اللي حواليه، كلم حازم مهني اي وان روك، كلم ايس ستيل شاوت، وكلم اخوك العبد لله، وكميه بروفيشناليتي في الابروتش بتاعه يا اخوانا مش منطقيه. خلتني عايز اتكلم عن الموضوع ده لان ده مش بيحصل كتير. مش عايز اصدمكم، بس الميلز اللي كان بعتها لي بروفيشنال اكتر من شركات كتير جدا بتعامل معاها في الشغل، وده يدل على شيء، يدل على ان هو مقدر ومحترم اللي حاجه زي ايس او حازم او ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بقت بتعمل ده دلوقتي، وهو اننا بنحاول نطور من المشهد الموسيقي المصري والعربي. وبيدل على قد ايه ان هو مش مجرد واحد عامل كام تراك وعايز ينزلهم والناس تتكلم عنهم وخلاص، لا هو جد جدا في اللي هو بيعمله وعارف يوضح ده ازاي. الالبوم هيومن، كل الالحان والاريجمنتس والليركس من كتابه محمد لطفي نفسه. الالبوم بيتكون من 7 اغاني قصتهم لطيفه جدا، وانتوا عارفين ان انا بحب اقلف قصص للالبومز اللي بعمل لها ريفيوز. 7 اغاني تحسهم ان هم بيتكلموا عن قصة معينة او تسلسل زمني معين لتحول انسان، مش فامباير ولا زومبي، متفهمنيش غلط، الموضوع ابعد كل البعد عن الفانتازيا، بس الانسان اوقات كتير بيمر بتحولات وتغييرات، ممكن يتحول لشخص مختلف تماما، من طيب لشرير، من عصبي لهادي، من مستقر نفسيا لواحد من اصحاب امراض الدنيا والدين، او بتكون شخص بطبيعه وطريقه تفكير معينه وبتتحول لشخص تاني تماما، سواء بالسلب او بالايجاب ده موضوع تاني. والتحول ده بيكون نتيجه ظروف او مشاكل او احداث عاديه جدا ممكن تكون بتحصل في حياتك، ولكن بيكون في مراحل بتعدي عليها، المراحل دي بتتكون من احاسيس معينه بتؤدي الى هذا التغيير.
وده اللي انا شايفه في الالبوم ده، ان السبع اغاني بيتكلموا عن هذه السبع مراحل او السبع احاسيس اللي ممكن تكون بتحس بيهم، اللي بتأدي لنوع معين من التغيير بعد فترة، ممكن يكون باين من الاسامي والليركس والمزيكا كمان. ما علينا عزيزي الليجند، خلينا بقى نفصص الالبوم تراك تراك. المرحلة الاولى هو، وهي مرحلة الخزلان أو تكسير الأمل اللي كان عندك في البشرية أو الناس اللي حواليك أو أيا كان الحاجة اللي انت كنت بتعملها عمتها. التراك ده بالتعاون مع جيمس ماسي on vocals and bass وعمر هنداوي on drums، ومش هتكلم عن أنواع مزيكا لأن احنا لو فتحنا في السكة دي مش هنخلص. الألبوم مليان ودسم، والفورم دي مش بنشوفها كتير في مصر، فأكيد مش هنضيع الفرصة اللذيذة دي في ان احنا نقعد نحدد جانرز. يعني في حاجة بس عايز اقولك عليها في التراك ده بالأخص، الكمبوزيشن ثم الكمبوزيشن ثم الكمبوزيشن عزيزي الليجند، هتفهم ليه كمان شوية. من ألطف الحاجات اللي بحبها لما بتكون موجودة في أغاني إني ألاقي جملة موسيقية مكررة بتتعامل معاملة الكورس، اللي طبعا كانت موجودة في الكورس الحقيقي وتحولت وتلعب فيها عشان تكون جزء من الريف الأساسي اللي موجود في الأغنية. بعد الانترو اللذيذة اللي فيها البعض من العنف اللذيذ النغش كده الحلو، يبتدي الفيرس الأول اللي معمول بلحن فوكلز حلو جدا، خلاني أعيد بعض الجمل فيه لأنها كانت متقالة بشكل كاتشي او حلو بالنسبة لي. ثم يدخل الكورس اللي معمول بضمير جدا، ولما تسمع التراك هتفهم انا ليه بقولك معمول بضمير، عشان الكورس دايما بيكون هو اكتر حاجة دسمة في التراك، ولكن ده مش بيحصل مع ناس كتير، ولكن هنا موجود وبشدة. ثم بتدخل الجملة الموسيقية الموحدة اللي مبني عليها رفات التراك كله، اللي هنسميها الحتة الكاتشي عشان نخلص. وهنا بقى عزيزي الليجند هتفهم ليه انا بقولك الكمبوزيشن ثم الكمبوزيشن ثم الكمبوزيشن. السولو، كمية نقلات مودز رفس، بص يعني في شقلبة هتسمعها في السولو ده او الجزء الانسترومنتال ده ككل، في اجزاء بسيطة جدا 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 كوقت بتسمع اختلافات كتير وبتسمع حاجات كتير من غير ما تحس ان في حاجة حصلت، من يا ولاد من غير ترانزيشنز سخيفة او فيها افورة، حرفيا كل حاجة بتسلم حاجة بكل سلاسة وبساطة وحلاوة وجمال. ثم يدخل الفيرس الأخير اللي بيبدع فيه جيمس أكتر وأكتر، وبعدها الكورس المحترم، وبينهي لك التراك بالحتة الكاتشي اللي كل مرة معمولة بشكل مختلف وكأنها جملة ساوند تراك بتاع فيلم معمول بتوزيعات مختلفة على حسب المشهد، وبينتهي بصوت إلكتريك جيتار كلين. وبعد كل ده في أقل من 5 دقائق عزيزي الليجند تسمع حاجات كتير جدا من غير أفوار او ملل، لان خلينا متفقين ان اغنية 5 دقايق بالستاندردز بتاعت دلوقتي ده كتير جدا. بس لو قلتلك ان في تراك داخل في 6 دقايق ومش ممل. المرحلة الثانية ريجريت، وهي من اسمها مرحلة الندم الممزوجة بالبعض من العدوانية والخزلان زي التراك اللي قبله، ولكن مش ندم على حاجة انت شخصيا عملتها، الندم هنا بيكون على حاجات حصلت لك مش بإيدك. وبعيدا عن المزيك عزيزي الليجند، الإحساس ده من أسوأ الأحاسيس اللي ممكن تحسها في حياتك عامه. التراك بالتعاون مع أزوما on vocals، جيمس ماسي بيز، ديفيد ماجد درمز، لسبب ما حسيت بفايب من أناثمة كده شوية خصوصا حاجاتهم القديمة. ومن أول 30 ثانية عزيزي الليجند كل حاجة بتوضح في القصة عن طريق المزيكا اللي بتنقلك إحساس من الندم بالفعل الممزوج بالبعض من العضونية اللي قلتلك عليها من شوية. ثم تبتدي الفوكلز ببعض الإفكتس اللي أنا شخصيا شايف إنها جميلة جدا جدا، والألحان كمان اللي بيتقال بيها الفوكلز كانت مريحة جدا جدا حتى لو عليها إف أكسس كتير، لان احيانا كتر اللايرز والإفاكتس والريفربات واللازم منه لما بيكون على الفوكلز اوقات بيكون مزعج ومنفر، ولكن هنا معمول بشكل مظبوط جدا ومريح ومن غير حشو فيرسات كتير طبعا، لان التراك متقسم التقسيمه الطبيعيه فيرس بري كورس كورس وهكذا. تعال بقى اكلمك عن حاجه تانية خالص خالص شدتني في هذا التراك المحترم، البيز جيتار اللي شايل جزء كبير جدا من التراك وبرضه بشكل مريح مش مزعج، او يمكن عشان انا بسمع جنت فبحب صوت البيز يكون باين في المزيك مش عارف يعني، بس في ناس بتنزعج لما بتلاقي صوت البيز عالي وواضح قوي وسط المزيك، بس هنا عزيزي الليجند البيز شايل جمل ومردات كامله. البيز في التراك ده مش محطوط كآله للركوزات وخلاص، لا هو الى حد ما كان بيقوم بدور الليد جيتار احيانا. خليني اقولك ان التراك برضه فيه سولو قوي جدا بس بعيد شويه عن الحديه اللي موجوده في بعض اجزاء التراك، تحس انك عايز تسمعه وانت بتتمشى بعربيتك على طريق سريع او المحور المركزي لو انت من سكان اكتوبر، معلش اعذروني ان انا من سكان اكتوبر فعلا عشان كده يعني.
وبعدها التراك بيتعاد بري كورس وكورس او ايا كان عايز تسميهم ايه. ولكن هنا بقى بيحصل حاجه بتلفت نظري جدا 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 او بتلفت وداني، صوت السنف الجميل الرايق اللذيذ اللي لايق في المكان اللي اتحط فيه، مش محطوط في المطلق. مش عارف هتحدفوني بالشباشب ولا لا، بس انا احيانا بشوف ان صوت السنث اوقات بيكون دخيل جدا جدا على بعض انواع المزيكا وفي اوقات معينه في التراكات، ولكن هنا تم التعامل معاه بالمعادله المظبوطه ومحطوط في مكان كويس ومحطوط بشكل منطقي كاوترو للتراك، ولكن يفاجئك ان هو يرجع تاني لنفس الاسترامينج اللي كان في الانترو. في انسان فوقي بيجرجر عفش بيته كله غالبا وفشخني. المرحلة الثالثة sleeplessness، وهي المرحلة اللي بتكون لسه مخلص فيها هذه الحرب مع الندم ومش قادر تخلص من احساس الغضب، ويبتدي عقلك يهيئلك حاجات تخليك تفكر اكتر ويخليك تحس انك عايز تنتقم من حاجة انت مش عارف ايه هي اصلا، فبالتبعية ما بتعرفش تنام يعني. التعاون مع أليكسيس ديمتريو on vocals، وأتمنى أكون نطقت اسمه صح، هو ديفيد ماجدي on drums للمرة التانية. التراك بيبتدي بإنترو مش هقولك قد إيه حلوة، على قد ما هقولك إنها إلى حد كبير قوي ذوقي الشخصي. الميكس ما بين صوت الإلكتريك جيتار الكلين والأكوستيك جيتار ده أنا بحبه جدا. ثم يدخل أول فيرس، وفي حاجة أنا عايز أقولها عن ألحان الفوكلز مهمة جدا جدا في التراك ده. لحد ما فكرة الكورس والبري كورس مربوطة بالألحان مش بالليركس نفسها، فده كونسبت جميل جدا. ومش بس كده عزيزي الليجند، في كونسبت تاني لطيف، الكورس يعتبر ريف بالجيتار مش بالفوكلز، ودي برضو حاجة روشة جدا. ولكن هنا عزيزي الليجند يأتي تعقيبي الوحيد في هذه الأغنية. في الفرسات طريقة إلقائها كانت مخلياني حاسس ان انا محتاج اسمع مدات او تطويلات اكتر شوية في بعض الكلمات، ولكن ده ما كانش موجود، فحسيت لحد ما ان الفرسات اوف شوية يعني. ويجي بعدها ريف الكورس اللي بقولك عليه، اللي على قد ما هو بسيط جدا جدا جدا، ولكن هو في الجول موصل المطلوب اثباته ومتماشي مع التراك بشكل كبير جدا بالرغم من اختلافه الشديد. وهتحس بالموضوع ده قوي اول ما بيدخل الفرس التاني، خصوصا ان هو برضو كمان مختلف كلحن عن الفيرس الاولاني بالنسبة للفوكلز يعني. وبعد ما يخلص تيجي نفس الرفاية الجميلة ثم السولو، وهنا هنستنى ثانية واحدة، كنت مستنين اقول لك وانا ساسكت قليلا صح؟ تحس ان السولو كده طالع من وسط التراك كده يقول لك صباح الخير، صباح الخير عزيزي الليجند، ايه الاخبار؟ يعني سمعت السولو النهاردة؟ سمعتوش؟ سمعتوش؟ اسمعوا، اعمل لايك كده يعني، فاهم؟ وزي بقيه التراك السولو بسيط جدا ومفيهوش اي حاجه معقده، وهو اصلا يعتبر جمله واحده بتتكرر مرتين بس يعني بشويه تاتشات كده مختلفه. بس التوظيف عزيزي الليجند، دخلت السولو، سكوت الديستورشن، تغيير الريذم بينقلك من مكان لمكان بكل اريحيه وبكل سلاسه من غير حبشتكنات، ودخول الفوكلز مره اخرى على هذا الهدوء، وفي النص تلاقي الدرام لاين دخل وتكتشف ان انت ايه ده، انا في اخر فيرس. والتراك بيخلص باوترو تريكي قوي بصراحه، لان انا حسيت ان الاوترو دي في بعدها حاجه جايه يعني، حسيت ان في بريك داون مثلا هتيجي بعد الكلام ده، ولكن اللي بيحصل انك بتلاقي درام رول قوي جدا عدته كذا مره من كتر ما فعلا هو حلو جدا. ناسف لان في عطل فني حصل، اعتقد احنا هنا وصلنا لمرحله ان لازم نجيب كاميرا لان موضوع التصوير بالتليفون ده مبقاش نافع. اي تغيير في الالوان عطل فني، والله ما عادتش بايدي خلاص انا ما. المرحله الرابعه ديفل، وهي المرحلة اللي بتبتدي تحس ان في جزء مختلف عنك بتتعرف عليه لأول مرة، وهل ده انت فعلا ولا مجرد احساس مؤقت لأجل المرحلة اللي احنا فيها وهيروح لحاله. التراك بالتعاون مع، معلش هضطر اقراها من السكريبت، تاسوس لازاروس on vocals ومايكون كويروز on drums، اتمنى اكون نطقت الاسامي صح. التراك فيه فايب من الحاجات القديمه شويه زي دايو بلاك سابث، فلو ليك في السكه دي هتنبسط جدا. بيبتدي بانترو هاديه مكونه من الكتريك كلين جيتار وبادز وبيز وشويه تاتشات كده خفيفه على الكرشات على الدرمز، وكل حاجه بتختلف قوي من الفوكلز. بتبتدي ديستورتد ريذم، درمز اتقل، مردات بتتلعب على الليب بترد على الفوكلز بشكل شيك جدا جدا، ثم الكورس اللي ما كانش اكتر حاجة كاتشي من وجهة نظري الشخصية التي ممكن تكون غلط او في الشلاحة يعني ايهما اقرب. وبعدها سولو جيتار، اقل كلمة ممكن اقولها عليه ان هو سولو حنين يعني. انا بالنسبة لي اول ما سمعت السولو ده، اول مشهد جه في دماغي او صوره جت في دماغي، انا وابويا وامي زمان وانا صغير لما كنا قاعدين قدام التلفزيون نتفرج على فيلم بالليل قبل ما التلفزيون يعمل وش والتليفون برضه، دي اول حاجه جت في دماغي. وما تسالنيش عن وجه الترابط عزيزي الليجند، هو ده كان احساسي وقتها وخلصنا. انت
تمام، ولكن السولو بيتحول شوية الى صوت ديستورتد خفيف، وتلاقي فيه مردات من لاين جيتار تاني. وفي بقى حاجة هنا انا عايز اتكلم عنها مهمة جدا جدا جدا، ملهاش علاقة بالمزيكا ولا اللعب ولا اي حاجة. تسلم ايد الماستر والميكس، والله العظيم البانينج في الجزء ده اعزائي الليجندز كان مكيفني. انا عادة ما بهتمش بالميكس والماستر، ولكن انا كنت مبسوط باللي بيحصل. ايه ده، في 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 جودة انا ما سمعتهاش كده بقالي كتير. المهم ان الجزء ده بيخلص وبيبتدي جزء تاني اكثر حدية، وفي دبل بيس كمان، والدنيا جميلة وانا عايز الحاجات دي اوي الصراحة، ولكن ما بتكملش كتير. وبيجي بعدها جملتين بساط ما اقدرش اقول عليهم فيرس الحقيقة، وعلى عكس التراك اللي قبله الكورس بيتكرر وبيقفل التراك على سولو كله على بعضه 20 ثانية كنوع من الاوترو. ولكن انا كنت حاسس اللي هو لا ما انت ما تدينيش وتسيبني، لا يعني ما انا ما يعني محتاج اسمع اكتر. ايه جو اعمل الصح ده، خليهم 40 ثانيه يا راجل، يعني ما يجراش حاجه لو زودنا 20 ثانيه كمان وبعد كده قفلنا التراك والكلام الجميل. بس كنت حاسس ان انا محتاج اسمع اكتر. ولكن اللي حصل هو اعمل الصح. المرحله الخامسه بيرن، وهي المرحله اللي بتحس ان فيها ضميرك بيكلمك وبيقول لك خلاص هو ده انت وده اللي انت هتبقى، بما انك اتعرفت عليه في التراك اللي قبله، وبيطلب منك تتقبله لانه في الاول وفي الاخر انت، وحياتك الناتجة عن الاحداث السابقة، ومحتاج تتعامل معها وتتعامل مع الواقع من خلالها. وهنا العقل ممكن يضحك عليك شوية ويحاول يفهمك ان ده وضع مؤقت لحد ما المرحلة الراهنة تخلص، وبعد كده نرجع نمرج ونمرح ونعمل الحاجات الجميلة دي كلها، وانت بتبتدي تفكر وبتوافق. التعاون مع نيك روس فوكلز وديفيد ماجد اون درامز للمرة الثالثة. في ايه يا استاذ ديفيد؟ قبل ما نفصص التراك عايز اقول ان الليركس حلوة جدا جدا جدا، تأثرت بيها بشكل شخصي، وانا من اقل الاشخاص اللي ممكن يكونوا بيهتموا بالليركس. بيبتدي بانترو بيترقصها البيز جيتار ويكون نجم الليلة، ثم يبتدي اول فيرس اللي تحس فيه ان في اتنين بيردوا على بعض، ولكن هو مش ده اكشولي موضوع الليركس، وغالبا هي دي الفكرة اللي هيقيت لي ان في ضمير هو اللي بيكلمك، انها حاجة من جواك اللي بتكلمك، لان موضوع الليركس ما فيهوش فكرة الاتنين اللي بيردوا على بعض دي خالص. تسألني ليه بقى بتقول في اتنين بيردوا على بعض، انا هقول لك ازاي. كالاركس الكلام ماشي طبيعي جدا، ولكن في كلمة تلاقيها بتتقال في النص بشكل مختلف عن باقي الجملة، ودخل على الجملة اللي بتتقال في الاول مش بتستناها انها تخلص للاخر، اكن حد تاني هو اللي بيرد ولكن هو لسه انت. وبعدها كورس متقال ومتوظف بشكل كاتش جدا، ثم فيرس تاني بيتقال بنفس الطريقة، ثم كورس مرة اخرى وسولو، وبرضه هنرجع نقف عند نقطة السولو مرة تانية. معلش مش عايز اكون بفتي، خصوصا ان انا اخر حد ممكن اتكلم في الثيوري، بس هو غالبا السولو معمول في حتة فراجين مش عارف ايه، حاجة كده، حاجة مشرقة سيكا، وانا بحب الحاجات دي جدا جدا جدا. وبيخلص السولو بالبعض من الهدوء المظبوط، يعني مش هدوء فجأة مرة واحدة هوب اللالة، لا خالص، يعني انت لو بتسمع ومندمج مش هتحس ان في حاجة فصلتك او في حاجة خرجتك من اللي انت كنت فيه مرة واحدة. كل حاجة سلسة بشكل غريب وغير منطقي احيانا بالنسبة لي، لان اوقات ممكن ما تبقاش حتى قادر تتخيل هي دي اتعملت ازاي. المهم السولو بيخلص ونقدر نقول ان فيه فيرس تالت وكورس، وبينتهي التراك برفاية ترقصها البيس جيتار مرة اخرى. المرحلة السادسة ريج، وهي المرحلة اللي بتتقبل فيها الشخصية او حقيقتك الجديدة وبتتعامل على اساسها، وبتحس من جواك بالاختلاف الجذري ده، ولكن المرة دي بيعجبك، وبتحس ان هي دي الطريقة المنطقية اللي المفروض تبتدي تتعامل بيها مع الواقع، اللي ممكن تعديك من الأزمة اللي انت فيها وتخليك تحس بالقوة وانك متحكم في الأمور وعارف انت بتعمل ايه كويس، ولا محتاج حد يطبطب عليك او يقولك كله هيبقى تمام. التعاون مع حد اسمه لازم يتقري من على السكريبت، مايكن كويري كوي مايكن كويرز درمز. شكرا. مبدئيا التراك انسترومنتال، انا يعني تمام، مش هنفصص في التراك لانه مش متقسم قوي فيرس وكورس والكلام ده كله، بس خلينا نتكلم عنه بشكل عام. التراك واخد طابع شديد من اسمه اللي هو يلا مبنجر ونعمل مشبب بنت لزينة والحاجات الحلوة دي كلها، وانا اشتريت تراك فيه عنف مبرر في المزيكا، مش اللي هو يلا مبنجر وخلاص. وده اللي ياخدنا لحاجة غريبة جدا جدا ما كنتش متوقعها الصراحة في تراك زي ده، وهو اول سولو في التراك ملعوب جيتار اكوستيك. هي ممكن تكون حاجة عادية ظاهريا زي ما انا بكلمك كده دلوقتي، ولكن السكوت اللي قبل السولو ودخلته مش متوقعة نهائي بأي شكل من الأشكال، وفي النص بيكمل ريذم الديستورشن مع السولو الأكوستيك ده عادي جدا أكن فيش حاجة بتحصل، ولكن بعد مدة السولو بيكمل بصوت ديستورتد إلكتريك جيتار عادي مفيش أي حاجة، عشان الناس كلها تنبسط وبرضه الدنيا تبقى جميلة. وبرضه التراك كله فيه حاجات مشرقة والدرامز فيها غشامة. بص هقولك اللي أنا حسيته من الآخر، أنا حسيت إن التراك ده معمول عشان أنا أسمع وكيف،
التراك فيه كل حاجة انا بحبها يا اخوانا، طب اعمل ايه؟ طيب انا عدته فوق الستين مرة ومش ببالغ في الرقم ده على فكرة، بجد انا عدت التراك ده فوق الستين مرة من ساعة ما نزل لحد دلوقتي. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا جدا في التراك ده هي السترينجز. في اغاني كتير الواحد بيلاقي فيها سترينجز عشان ليه لأ، هي تملى في التراك وخلاص، بس السترينجز هنا متوظفة صح ومحطوطة بطريقة ووقت مخلي ان ليها لازمة وشايلة جزء كبير من التراك كمان. المرحلة السابعة والاخيرة Loved، وهي مرحلة هدوء ما بعد العاصفة مش ما قبل العاصفة. انت خلاص كل حاجة خلصت، كل حاجة بقت تمام، ولكن ايقنت ان ده بقى انت ومش قادر ترجع لطبيعتك القديمة، واكتشفت ان هي دي الحقيقة اللي انت عايز تتعامل بيها مع الواقع زي ما قلنا في المراحل اللي قبل كده. وكل حاجة خلصت خلاص، بقت كل حاجة تمام، كل حاجة مستقرة، ولكن سوف تحتفظ بنفسك الجديد اللي ممكن يكون بقى للأحسن أو العكس. التراك ده مفيش فيه أي تعاونات، التراك ده كله محمد لطفي، ومش هندخل في تفاصيل قوي، ولكن هو كلوجر لطيفة مكونة من دقيقتين ونص في الرايق، وبتوضح معنى التقبل والرضا وحب الذات اللي مش مسمم بالنرجسية. تراك مكون من ثلاث فرسات أو فرسين وبريدج في السيمبل والرايق، وفعلا توقيت وترتيب وجود التراك ده هو ده فعلا الحاجة اللي المفروض تسمعها بعد القصة دي كلها. وأقل حاجة تتقال في حق التراك ده إن هو تراك بسيط، وتراك محطوط في مكانه الصح، وتراك كويس من أول الفوكلز لحد جمل السولو اللي فعلا ما فيهاش أفوارة، ومشهد نهاية مثالي. وبكده الألبوم يكون خلص ورحلتك خلصت وتقدر تفك الحزام. بس قبل ما تطلع من الطيارة خليني أقول لك حاجة، مبسوط أوي إن في حد عمل كده واخد فكرة البساطة في المزيكا الليفل تاني، لأن أنا مقتنع إن الحبشتكنات كتير في المزيكا أوقات بتكون أوفر. وخلينا متفقين إن لو جزء هتزوده ملوش لازمة ومش هيضيف حاجة للتراك يبقى بلاش يا حبيبي، أو أي حاجة هتزودها حشو خلاص، مش ده اللي هيعمل الانبهار ولا ده اللي هيجيب الجماهير العريضة في حفلاتك. شكرا محمد لطفي على المزيكا الجميلة اللي عشت معاها فترة حلوة جدا جدا فيها كمية إتقان شديد وعملية واحتراف شديد برضه في التعامل مع الألبوم بتاعه. ولو هنتعلم حاجة من الفيديو ده أو من الألبوم ده عامة، خليك مينيماليست في مزيكتك، عشان أوقات كتير البساطة في المزيكا بتكون أحسن 100 مرة من الزحمة الغير مبررة. اللينكات كلها موجودة في الديسكريبشن، لايك سبسكرايب شير، وتأكد أنك عامل سبسكرايب عشان رام كاست اللي جاي ممكن يكون مختلف وممكن تبقى الدنيا فيه أحلى بكتير من أي سنة ماضية. وشكرا أعزائي الليجندز، أنا كده أكون خلصت، أراكم الفيديو القادم وانبسطوا. لا ده نقفل البتاع ده الاول عشان نسيب حتة كده ايه البتاع اللي هي الاند سكرين دي تطلع فيديوهين تاني. يخرب بيت الرواشة والله، انا برضو فاهم انا بعمل ايه.